محمد هو دلوقتي من اول وعند سنه اكتشفنا الحاله بتاعته، ربنا كان خلقه واد في بيت، بس احنا كشفنا له وعملنا له تحاليل واشاعات، الدكتور قال الذكور اكتر. بالنسبه هو للعمليه عنده الاولى، مشكلة ان انتوا مش عارفين تعرفوا هو ولد ولا بنت؟ لا هو شخصيته من الاول كبنت، كان مولود بنت، يعني وبعد كده مولود بنت كشكلية البت، واضحة وصريحة ايوه كشكلية بنت. البت بت، اه بس هو لما كشفنا وعملنا اشاعات وتحاليل اثبتنا ان هو ولد. ازاي؟ عملنا اشاعة مقطعية على الحوض قال ده ولد، اه ونزل بالخصيتين، اه هو نزل المولود بالخصيتين. اه عملنا اول عملية اللي هي استطوال العضو الذكري، اه والتانية اللي هي توصيل مجرى البوق، اه التالتة اللي هي برضو استطوال برضو، اه الرابعة بقى اللي هي الخصية المعلقة وتوصيل مجرى البور اللي هو لسه ايه، هو هوصل حاجة بسيطة بس لسه عايز يكمل اللي هي التوصيل الأخير. بالنسبة لمحمد، بس الدكاترة بتقول انه امر سهل يعني لا وبيحصل كتير. هو كويس، هو اه بالنسبة لمحمد هي كده بس انتوا كويس، ما عندكمش تكلفة ما العملية، عندناش تكلفة ان احنا نكمل العمليات التانية، احنا كده عاملين له 3 ورقة 2، بقى ما اتنين. فيش قدرة تانية ان احنا نعمل نفس فيها. الكلام هنا عند نفس خالد، بس خالد المشكلة ان هو ما عملش احنا الا عندنا واحدة. خالد ما عملش الا عملية واحدة، ليه بقى ما عملش غير عملية ما واحدة عملش ليه؟ لاني ما عنديش امكانيات ان انا اجري بيه واعمل له العمليات التانية. انت تأكدتي ازاي ان هو ولد؟ اتأكدت، لان هو يعني احنا ولاد عم، هو ابن عم ومجوزين قرايب. لا بس مش وراثة، يعني احنا دكاترة وراثة مش وراثة، ما بنقول القرايب ما بتتجوزش. لا عندنا يعني لازم كل واحد ياخد ابن عمته وابن عمها وليه يعني هي واخدة ابن عمها وانا واخدة ابن عمي. طب وليه؟ هنعمل ايه؟ انا ما بتكلمش عليك، انا بتكلم على اللي جاي بقى. اللي جاي بقى مش لازم اخد ابن عمي، وده غلط، بس الموضوع على فكرة ده غلط وبيعمل مشاكل كتير. بس بالنسبة ليه ماما مش وراث؟ احنا عملنا تحاليل واشاعات قال لك مش وراث، ده في دكتور قال لنا ده فيروس. يا ستي الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج يا ستي. ماشي انا موافقة بكده، بس اللي احنا طالبينه اللي انتوا برضو عملتوا اشعه مقطعيه وتاكدتوا انه ولد. هو عملنا تحليل هنا في مصر وتحليل والميول صخرة بتاعته والحاجات دي، طبعا انتوا عارفين ده بيتعمل اختبارات كتير قوي. ايوه عملتوها كلها. احنا بقينا 4 سنين بنجري هنا في مصر، بقينا كده 4 سنين بنجري، بقينا 4 سنين بنجري بمحمد. خالد طيب عمل العمليه ده هنا هنا على فكره الموضوع سهل، دكتور شاطر يخلص الموضوع ان شاء الله، تمام، ان هو العمليات هو بتاعتهم تكمل، انتوا عايزين العمليات تكمل. ايوه نشوف دكتور شاطر او ممكن مستشفى بوريش لو تعرف. احنا لو اي دكتور شاطر، لا اي دكتور شاطر، اه اي دكتور شاطر يخلصها. بالنسبه برضو فيها مشكله برضو عندنا، احنا عندنا مشكله هنا في تغيير الاسم. هو اساميهم ايه؟ هو ده كان اسراء وده خلود. اه المشكله بقى في تغيير الاسم، دلوقتي محمد هيخش المدرسه السنه الجايه. بس هما سلوكياتهم ولاد، ها كل حاجه يعني انا حاساهم اشقيه. كل حاجه ده لا كلمه شاي دي قليل عليهم، بس ما فهمش حاجه في البنات خالص الا فتحه المهبل بس، انما فيهم الخصيتين فيهم كل حاجه بتاع الولد. يعني هم عفوا يعني منك انا يعني هم عندهم عيب خلقي، اه الجزء التناسلي بتاعهم بنت وولد ولا ايه؟ انا مش لا فاهمه. بص ما فهمش حاجه في البنات خالص الفتحه التناسليه بس، يبقى وازاي الخصيتين موجودين؟ كل هو ده الخصيتين موجودين، هو الخصيتين موجودين بس تحت يعني زي الولد الطبيعي. اه هو بس موجودين ظاهرين باينين، كل الاجهزه في الصبيان موجوده فيهم. اه لان انا قلت للدكتور بقى بمعنى اصح، لان انا قلت للدكتور طب هو مثلا في بس حاجه، بس شهادات الميلاد طلع طبعا بنات، لان هم طبعا اساسا كانوا احنا كنا ساعه ما اتولدوا كنا احنا قلنا بنات، بس لما عرضناهم على الدكتور قال لا ده صبيان. فانا لما قلت للدكتور يعني هو الاشعه المقطعيه تاكدته. ايوه ده هو عيب خلقي. ايوه عيب خلقي، احنا عملنا كل حاجه فيه يعني. الدكتور قال لي ما فيش حاجه خالص من البنات، يعني لما قلت له يعني طب ولا انا عايزاه يفضل كده بس ما فيش رحم. اه لا ما فيش رحم، ما فيش حاجه اي حاجه، هو الحوض بتاعه ولا فيه خصيتين فيه عضو الذكر وما فيش رحم. ما بتقول لك لا ما فيش، لا ما فيش رحم، مفيش حاجه خالص. وعملنا التحاليلات بتاعهم، التحاليلات بتاعتهم بالنسبه للجينات بتاعتهم ذكور اكتر. اه يعني بالنسبه للجينات بتاعتهم لا، ما هنا 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 امرنا سهل يعني، يمكن مثلا عندنا شمس الحاله صعبه شويه، بس ان شاء الله نلاقي حل. بس هنا الامر سهل، ادام العمليه معروفه وعارف هنعمل ايه والخطوات اللي هنمشي عليها. استاذه اميره لو في شهادات الميلاد دي معلش دلوقتي بيطلع مش بيتعمل لجنه وبيتعرضوا عليها وبيتقال ان هم ذكور وبيتم تغيير شهاده الميلاد. بالنسبه لمحمد انا عملت كشفت له هنا في نقابه الاطباء هنا في مصر، اه وفي مستشفى بريش، وعملت برضو في القصر العين،
ويعني احنا لا دي الحاجات كلها امرها سهله هنخلصها. طيب انا معايا رشا. ايوه يا رشا اتفضلي. سحر عفوا سحر. ايوه حضرتك السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا سحر؟ الحمد لله. ها. انا بنتي عندها سنه ونص ومن وهي عندها 5 شهور اكتشفنا ان هي عندها ضمور على المخ. اه بس احنا دلوقتي دخنا بيها وبديها علاج بقالها سنه ونص ومفيش اي تقدم ولا في اي حاجه بتبان عليها، وبعملها جلسات علاج طبيعي بس مانيش لاقي اي حل ولا دكتور اداني اي افاده. جادر يا محمد ما انا بس عارفه لو اقدر اتواصل مع الدكتور اللي حضرتك بتقولي عنه. هشام الشراكي. حاضر، هو اسمه دكتور هشام الشراكي. ممكن تخشي. انا على فكره انا ده هي مامة شمس هي اللي قالت عليه وهي اللي صممت ان هي عايزاه، فاحنا عشان كده تواصلنا معاه. لكن انا هروح أيوة. وانا هروح يعني وهصور معاه وهشوف القصه عباره عن ايه بالظبط، وهل هو فعلا عنده حل للمشكله دي ولا لا. وخير ان شاء الله. بس لو عايزه تواصلي معاه انت على طول تواصلي معاه. عايزه احنا نتواصل لك معاه لو انا ما اعرفش ظروفك الماديه شكلها عامل ازاي. طب ايوه ما انا عايزه يعني عايزه حد يساعدني لان انا فعلا دكت كتير معاها وتعبت. رحنا مستشفى بوريش ورحنا مستشفيات كتير وتحجزنا بيها في مستشفيات ومفيش اي نتيجه، وتعبت بصراحه وبتاخد علاج ومش لاقيه الا اي نتيجه. طيب حاضر احنا هنتواصل معاكي. مين تاني معايا يا جماعه؟ طيب ماشي بس يعني طيب التليفونات مفتوحه يعني خلي الناس تدخل. طيب فزي ما قلت لكم كده انتوا امركم سهل. بس في حاجه برضه اه زي بعض نقدر عليك شويه. هو بالنسبه لمحمد وخال احنا بعتنا في لوزاره الصحه محدش رد علينا، بعتنا برضه عندنا في البلد اللي هو مجلس الشعب محدش برضه رد علينا بالنسبه للحالات بتاع ولادنا، وهم كده دول بداوا يكبروا وبداوا يعرفوا. ما هي دي المشكله ان انتوا طبعا هيبقى حظهم حلو قوي لو انتوا خلصتوا المواضيع دي بسرعه. دي كده بدات تعرف هو احنا كيف ولا شيء. لا واحنا عندنا ان احنا قاعدين في اماكن ريفيه فعندنا مفيش ثقافه ومش فاهمين يعني ما يفهموش ان ده عيب خلقي ومرض وده ابتلاء من عند ربنا. ممكن يجي لاي حد يعني في ناس قالت لي خليه بيت عشان هو مش بيت عشان الناس حرام. لا انا قلت حرام هو مش بيت عشان بكره وبعده هيكبر والناس تعايره كده. بس احنا عندنا مش حكايه ان دي بقت بتاع ربنا، حاجه بتاع ربنا ما بيفهموش الكلام ده. لا ما بيفهموش الكلام ده. ايه مثلا يبتدوا يعايروكوا بيهم وكده وحاجات كده يعني؟ ايوه في ناس بتعايرهم. لا وبالنسبه للعيال برضه في الحضانه نفسيتهم بتبقى تعبانه قوي. العيال لما تكبر نفسيتهم بتتعب. انت دلوقتي لو سالت محمد تقول انت عايز ايش هيقول لك على اللي هو عايز. اهو طفل هو يقول لك انت عايز ايه؟ قول عايز يعمل عمليه ويبقى كويس. هيبقى زي كويس ان شاء الله. لا هيبقى كويس والله صدقيني ما تقلقيش، احنا مش هنسيبه لحد ما يبقى كويس. انا بس بكلم كل الناس الجيران اتقوا ربنا يعني ده ابتلاء وممكن يجي لاي حد وده مرض وعيب خلقي من عند ربنا. فانتوا فنتقي ربنا عشان ممكن ده يجي لاي حد فينا. فبالعكس لما نلاقي حاجه زي كده نساندهم ونقف جنبهم ونشوفهم محتاجين ايه، مش نزودها عليهم.